خرجت بن سينا ناصب سماح لا شونس، وانا ما عرفتش كيفاش جات خرجت بهذاك الاصل. انا كنت ناسا، انا مريضه، انا عندي شلل نصفي، تنشرب واحد الفيلم تنعسني، شرب فيلم النعس ما حسيتش بها، ما حسيتش بها تا جمعت اللي جمعت وطيبت الغدا وحطت لي الغدا وجاتي فول ما عرفت ما تخلش انا هزت حوجه بيجامه وش حاجه بغاتها وزادت وزاد حوج جداد. يلا شري من با، قال لي با واش بغات تدخل المدرسه ترجع المدرسه؟ قالت لي لا باش نرجع للبريفي، بغا نقرا في المخزن. قال لي با اللي بغيتي شوفي تيا، كنت نقرا بريفي من صغرها وما كان خاصش حتى شي حاجه. با معود كل شيء اللي بغات، يعني الدريه حتى شي حاجه ما خاصها. شو وجهي نقول لك اي حاجه بغاتها احد نحضرها لها فوق الطابله. وخرجت وما عرفناش فين مشات. تقول انا راه مع وحده كبيره في العمر، وبا ما خلى قلب عليها، ما عرفش شكون هي دخيتي. بلغ البوليس، باقي دابا من 7 الصباح وفي الكوميساريه وما عرفش. خويا تيجوني مكالمات من الناس وكانت تضحكوا عليا ولد حرام. انا نيس تنعيرهم مع الصبا وطالع لي الدم وتيجيو يعصبوني من نهار الجمعة في الليل. لحقاش الصباح با ناعس في البيت وساد عليه وانا ناعسة. قال لهم با عطا 100 درهم، قال لهم جيبوا الفطور، وجابوا الفطور وفطرنا زعما مبيش عليها مقلقة ولا ما عندها لاش تقلق، حقاش با معود لها كل شيء. 15 عام باقا ما يلا طلعت فيها في الخر ديال الشهر الخمسة، طلعت في 15 عام. تيقول لنا الناس اش كاين واحد الدريه كبروا منا، وقال لها البارح وقلب عليها، قلب عليها بدرب وما لقاهاش. دريه من نهار مرت انا صد دريه مرضت، كتحط علي الراس، كنت نخرجها بزاف وما بغات تمشي. الناس تلبس سبديله ب 4000 ريال، هي قالت لي 10000 ريال شريها. يعني محرمه من شي حاجه، عندي غير هي، عندي هي وجوج ولاد، عندي هي اختي، هي امي، هي كلشي دايرها انا. ومن من مرت ما بقاش نخرجها، دريه بغات تخرج، بغات تمشي مع صحابها، بغات با ما بغاش خلات تخرج. يعني في مجتمعنا الدري ما تخرجش 12 الليل. قال لها با دي صاحبه جي عندك الدار، ولكن هي ما عرفت ما تتعاودش. ولا مريض والله خويا، حد تبين لك طاح لي النص وخلات لي فراغ كبير، ما كان يغسل ليا، ما كان يبدل ليا، ما كان يطيب ليا. تنقول ارجع انا ولا لدارك وما رجع حتى واحد ما يمسك. انا اعطيك عهد ربي حتى واحد ما يمسك بحدي عشاء الا مت الله علم، بحدي عشاء ما كانش غرب لك. طلبكم يا خوتي مسلمين ومغاربه، فيكم الحال انا وفيكم كل شيء. شوفوا بن حالي لخشوا عطوا لي في التليفون، نكون هذيك الساعة والله. وخا عطوا لي في 4 الصباح وما قادش نمشي والله تمشي. مشيت قلبت عليها في المحطة وزيان وانا مريضة ما قادش نزيد. ومشيت انا وولدي صغار اللي عنده 12 عام، وديت وقلبت
قلبش المحطة كلها وما لقيتهاش. دابا خايفه لا تكون طرات لها شي حاجه؟ انا خايفه، لا خايفه انا بنتي راني كامل وانا نبكي.